آخر التوقعات الجوية من اليوم حتى يوم الجمعة القادم. اليوم ارتفاع لدرجات الحرارة في غالبية المناطق مع بقائها دون معدلاتها. خلال ساعات الليل المتأخرة هنالك توقعات بأمطار محلية تتركز على مناطق شمال ووسط فلسطين، أمطار أقل على مناطق قطاع غزة. استمر هطول الأمطار حتى ساعات ظهيرة يوم الأربعاء. خلال ساعات صباح الخميس تدخل جبهة هوائية باردة إلى المنطقة، أمطار محلية متفرقة على العديد من المناطق. خلال ساعات الليل الخميس تشتد الأمطار وتهطل على غالبية المناطق مع دخول جبهة قطبية باردة إلى المنطقة. يوم الجمعة يوم ماطر بارد على غالبية المناطق. تركيز الأمطار الأكبر سيكون على مناطق شمال وسط فلسطين وأقل على مناطق الجنوب في ذلك قطاع غزة بالنظر إلى تمركز المنخفض الجوي. يوم السبت ينحسر المنخفض مع بقاء الأجواء الباردة.